السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو مش هو مش روتين ولا حاجة، بس انا حابة اوريكم البلكونة بتاعتي. الفترة اللي فاتت من العاصفة الترابية دي بقت عاملة ازاي؟ تعالوا كده نشوفها مع بعض. كمية تراب رهيبة، كمية تراب فظيعة فيها بصراحة. عدمت الدنيا خالص، الستارة بالأرض زي ما انتوا شايفين كده، بكل حاجة، بالكراسي، بكل حاجة، يعني بقت بصراحة صعبة جدا. حتى ستاير هشيلها اغسلها. وانا طبعا مش هعرض روتيني، يعني مش هوريكم وانا بعمل، انا هوريها لكم بعد ما انضفها وكده. انا مبحبش بصراحة انزل روتين الا نادرا، يعني حاجات كده معينة. انا حبيت بس اوريكم البلكونه بالتراب اللي فيها، بكميه التراب اللي فيها، اتعدمت من العاصفه اللي فاتت ديت. انا هعملها بقى ان شاء الله، ويا رب ما يجيش تراب تاني او ما تتبهدلش تاني كده في خلال الاسبوع اللي جاي. بصراحه على فكره انا ساكنه في وسط البلد زي ما انتم شايفين كده. ببقى عايزه انزل لكم فيديوهات فلوجات من وسط البلد كتير، يعني ساعات بكسل، بس ان شاء الله نبي ان شاء الله الفتره الجايه انزل لكم فلوجات كتير، وللاماكن يعني اماكن معينه كده انا بحبها وبنزل اشتري منها حاجات، محلات معينه بحب ادخلها، اطفالي وحريمي، حتى رجالي برضو هقول لكم على كم محل كده جوزي بيشتري منهم. ان شاء الله باذن الله انتظروني في الفيديوهات القادمه، يعني ان شاء الله هنزل لكم فلوجات كتير قوي عن وسط البلد. انا بصراحه بحبها جدا. قبل ما اسكن فيها انا كنت بحب المكان قوي، وكنت بحب انزل اتمشى فيه واشتري منه كده، بس جت صدفه ان انا اتجوزت وقعدت سكنت فيها، فطبعا كانت بالنسبه لي حاجه جميله جدا ان انا سكنت في المكان اللي انا بحبه. يعني المنظر من عندي حلو قوي لو انتم شايفين كده. الشارع طبعا واقف زحمه قوي النهارده، هو الطبيعي بتاع الشارع ده على طول واقف، يعني ما مش بس عشان النهارده، هو على طول بيبقى واقف، بيبقى زحمه جدا بصراحه. قدام كده ميدان مصطفى كامل زي ما انتم شايفين. الناحيه التانية الميدان اللي قصادي ده طلعت حرب، اللي هي الزحمه جايه منه ده طلعت حرب. في خبايا في وسط البلد كده في ناس كتير ما يعرفوهاش. ان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه هنزل لكم حاجات كتير قوي، فيديوهات واماكن انا بقى عن نفسي انا بحبها، يعني ما ماليش علاقه بالناس التانية، بس انا في اماكن، في محلات، في محلات مشهوره جدا الناس بيشتروا منها، انا في حاجات بحب اشتريها من اماكن تانية. انا قلت بس اوريكم البلكونه، وهرجع اوريها لكم بعد ان شاء الله ما اكون نظفتها. انتظروني. بصوا يا حبايبي انا كنستها ونفضت كل فاضل، بس ان انا اشدها مسحه كده خلاص هي كله تمام. اغسل بس الشبابيك بقى وادلق على الحيطان، انا بدلق ميه على الحيطان كلها، هجرها مسحه كده وبعد كده اوريكم بقى بعد ما افرشها. احنا بنمسح كده، غسلت السور